صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الثلاثاء 21 نيسان. تقرير تاني عن وضع النفايات بالميناء طرابلس، افتتاح مهرجان الرقص المعاصر، المهملات ثروة إذا أردنا، معرض للفنانة حنان بارودي وغيرها من التقرير. أما ضيوفنا لليوم فهن الفنان يونس كجك لنحكي عن معرضه بالمركز الثقافي الروسي، ورندا ديراني مسؤولة العلاقات العامة بمؤسسة إنسان لنحكي عن عرض أزياء يلي رح بيتم بدعم أو لدعم العاملات الأجنبيات بلبنان. ولكن البداية مثل كل صباح بيكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، واليوم معنا الأستاذ محمود دهيني لناخذ منه كافة التفاصيل عن طقس اليوم. أستاذ محمود صباح الخير. صباح نور، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. الطقس يعني عم بيكون متقلب، بس بلشنا نلمس التغير وبلشنا نحس كمان بالهواء اللي بلش يقوى. مزبوط، كان عندنا طقس حار وجاف حاليا على الحوض الشرقي المتوسط، رح يبلش يتحول اليوم الثلاثاء لمتقلب بسبب منخفض جوي متمركز حاليا فوق اوكرانيا وبيلاروسيا. نعم. طقس نتوقعه بلبنان اليوم الثلاثاء غائم جزئيا لغائم، عندنا رياح ناشطه، انخفاض درجات الحراره، ارتفاع بنسبه الرطوبه، تتساقط بعض الامطار الموحله ليلا. الأربعاء غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة. الخميس غائم إجمالا وممطر مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، تنشط الرياح من حين لآخر وبتكون مترافقة بعواصف رعدية خاصة خلال الليل. نعم. حيث بتشتد غزارة الأمطار وبتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. هيدي ليلة الخميس. صحيح. نعم. درجات الحرارة متوقعة على الساحل من 11 ل 23 درجة، فوق إجمال من 11 ل 19، بالأرز من 7 ل 15، وبالداخل من 10 ل 23 درجة. نعم. رياح سطحية جنوبية لجنوبية شرقية سرعتها من 10 ل 40 كيلومتر بالساعة، تشتد تدريجيا لتقارب 85 كيلومتر بالساعة خاصة خلال الليل. الرؤية متوسطة بتسوء أحيانا بسبب الغبار الموجود بالجو. رطوبة على الساحل متوقعة من 15 ل 70%، حال البحر معتدل لمائج ليلا، حرارة سطح المي 19 درجة، الضغط الجوي 756 مليمتر زئبق. نعم استاذ محمود، بالختام الامطار الموحله يعني بسبب الغبار هي رح تتساقط بس اليوم، بس الامطار الجاي الخميس والجمعه رح بتكون امطار غزيره وما رح يكون فيها وحل. صحيح صحيح، بس نعم. اليوم بالليل ممكن ينزل شويه امطار، في شويه وحل هيك تا الناس تعرف اذا بتغسل سياراتها او لا. اجلها هلا حاليا. رح تتغسل طبيعيا باخر الاسبوع لكينا. صحيح صحيح. شكرا لك، بنتمنى لك نهار حلو استاذ محمود. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات لك للمشاهدين اللي عم يتابعونا. ابرز ما صدر بالصحف اليوم هو التغطيه الاعلاميه لوصول دفعه الاسلحه كهيبه من السعوديه، وطبعا كل الصحف حكي عن هالموضوع. رح نعمل جولتنا. نبدأ مثل العادة مع عناوين صحيفة النهار اليوم الثلاثاء 21 نيسان، وبأبرز ما كتبت: رد ثلاثي مع دفعة الصواريخ الفرنسية، رومية تحت السيطرة، وسماحة أوقعوني في الفخ. النهار تنشر خريطة المواقف السياسية من الموازنة والسلسلة. وضمن أسرار الآلهة: لوحظ أن نوابا في تكتل التغيير والإصلاح بدأوا يشددون على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. يرى متتبعو سير الحوار بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر أن اللقاء بين عماد عون والدكتور جعجع يعقد في حال اتفاقهما على انتخاب رئيس للجمهورية، لأن لا معنى لأي اتفاق على مواضيع أخرى من دون الرئاسة. يقول رئيس حكومة سابق أن الحوار الجاري بين تيار المستقبل وحزب الله مستمر كضمان للاستقرار فقط، ولأن توقفه ينعكس سلبا على هذا الاستقرار. تعتقد مصادر أمنية بأن عودة التوتر المذهبي بفعل التصريحات النارية المتبادلة قد تؤخر تنفيذ الخطة الأمنية في بيروت والضاحية. وختاما في النهار ضمن الافتتاحية بقلم أوكتافيا نصر مقالة بعنوان: إيران مركز القوة الجديد في الشرق الأوسط. في عناوين صحيفة السفير بركان رومي: امتدادات وامتيازات وحلم الإمارة، سماحة كفور استدرجني وفخخني ضد سوريا والمقاومة، السلاح الفرنسي دفعة أولى، عنوان الصورة الرئيسية بالسفير. وفي عناوين داخلية: هل يعود مجلس النواب إلى التشريع؟ الانقسام يتواصل داخل النصرة حول فك الارتباط مع القاعدة. نتنياهو يحصل على تمديد لتأليف حكومته، معصوم إلى أنقرة، ترتيبات لمعركة الموصل، حقول القتل اللبنانية في الرواية الغربية. ثلاث حوادث غرق جديدة ولا توقعات بحلول سريعة، عار المهاجرين يلاحق أوروبا. تسع قطع بحرية أمريكية قرب اليمن، صنعاء مئات الضحايا في غارة جوية. وختاما الجيش السوري يفتح طريق السويداء درعا.
من السفير إلى عناويننا الحياة وأبرز ما كتبت اليوم. بوتين يدعو الملك سلمان إلى موسكو واتجاه لتنسيق المواقف. مجلس الوزراء يرحب بقرار مجلس الأمن 22-16 وأوباما يبحث عاصفة الحزم مع محمد بن زايد. والبحرية الأمريكية تعترض شحنة أسلحة إيرانية. إصابة منزل نجل صالح في قصف مخازن صواريخ سكود. النصرة في درعا تدعم الحر لصد النظام. إيران تعتبر أن الانخراط البناء يتعدى المفاوضات النووية. دعت الغرب إلى التحلي بجرأة في اتخاذ قرارات صائبة. لبنان يتسلم صواريخ وآليات دفعت ثمنها السعودية لفرنسا. سماحة يعترف بنقل متفجرات من سوريا بعلم المملوك. وختاما، بحر الموت التهم 1000 مهاجر في يومين. نتابع جولتنا مع عناوين المستقبل، وبعنوان الرئيسي لليوم: الحريري يلتقي خادم الحرمين، شكرا السعودية. لبنان يتسلم طلائع السلاح الفرنسي، وزعيم المستقبل يبحث في واشنطن سبل تعزيز دعم الدولة. وأيضا من العناوين الرئيسية بأعلى الصفحة: ميشيل سماحة يعترف ويتلو فعل الندامة. الملك سلمان يتصل ببوتين وواشنطن تؤكد دعمها للتحالف العربي. عاصفة الحزم تدك مخازن سكود قرب صنعاء. الريس للمستقبل شعار جملات: قل كلمتك وامشي. الهبة وصلت والرسالة أيضا. وانفجرت التغريدات في وجه ناقل المتفجرات. الحوثي ونصر الله وخطاب السيمفونية الإيرانية. الندم لا ينفع، طبقوا القانون. وأيضا في عناوين المستقبل: عار المتوسط. وبختم مع قلم خير الله خير الله ومقالة بعنوان: الجانب المفيد في خطاب نصر الله. ومن المستقبل إلى الأنوار: دفعة جديدة من الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني بعد صواريخ ميلان. الشيخ محمد بن زايد بعد لقاء أوباما: التعاون لمواجهة الإرهاب. ميشيل سماحة يعترف أمام المحكمة العسكرية بنقل المتفجرات. غارات تدمر صواريخ سكود في صنعاء. وبقلم المحلل السياسي: عواصف لبنانية بالجملة وهدوءها مستبعد. اشتباكات عنيفة في منطقة درعا. البشمركة تطرد داعش من محيط كركوك. مئات الغرقى من المهاجرين في البحر المتوسط. وبالأخبار الاقتصادية: تحرك صيني لتغيير النظام المالي الدولي. وبختم الأنوار مثل العادة مع مقالة رفيق خوري، واليوم بعنوان: محاربة الإرهاب المذهبي بسلاح الجيش والوطنية. ومن الأنوار إلى عناوين اللواء: ارتياح واسع لتسليم أسلحة الهبة السعودية، وسلام يؤكد على متانة الروابط مع المملكة، تفاهم وطني على التمديد لأهوج وروكز، وسبعة مشاريع قوانين أمام جلسة قريبة لمجلس النواب. بارشة أمريكية في بحر العرب لمنع إنزال أسلحة إيرانية. الملك سلمان يتفق مع بوتين على التنسيق والتحالف لمنع حركة الحوثيين على الأرض. النظام يقطع طريق إمداد للمعارضة بدرعا، والأسد تحدث عن اتصالات استخبارية مع باريس. خطة أوروبية للحد من مآسي المهاجرين في المتوسط. مرسي قد يواجه أول حكم بالإعدام اليوم. وأيضا في اللواء: سماحة يعترف، نقلت متفجرات من سوريا لتنفيذ اغتيالات. وختاما، انطلاق ورشة إعداد منتخب لبنان. بالأخبار الرياضية من اللواء منتابع، ونوصل إلى عناوين البلد وبعنوان الرئيس اليوم: طلائع الهبة في بيروت وسماحة يعترف بالخطأ الكبير. ماريشال عربي في اليمن وواشنطن تستكشف بحرا. اتصالات استخباراتية سورية فرنسية. تسليح الجيش تبرير سعودي وطموح فرنسي. مطالعة قانونية لصلاحية الطعن بلوائح المجلس الشرعي. اللبناني قبل ساعات من تطبيق قانون السير الجديد. بتحقيق خاص لصحيفة البلد اليوم. وبالأخبار الرياضية: لبنان بطل كأس غرب آسيا للركبي. وبالصورة الرئيسية: عناصر من الجيش اللبناني عم بتفحصوا بعض العتاد العسكرية الفرنسية اللي وصلت إلى مطار رفيق الحريري امبارح بدفعتها الأولى ضمن إطار الهبة السعودية. ومن البلد بننتقل إلى العناوين أو إلى الصحف باللغات الأجنبية، وبترجم العناوين The Daily Star: الحريري يتوجه بالشكر إلى سلمان بعد وصول الأسلحة إلى بيروت. أول دفعة من الأسلحة تتضمن صواريخ مضادة للدبابات، مركبات وطائرات هليكوبتر. السنيورة: إيران وحزب الله يعترضان عملية انتخاب الرئيس. غارات جوية على قاعدة صاروخية في صنعاء تؤدي إلى مقتل 28 شخصا على الأقل. ومن الديلي ستار إلى لوريون لوجور: بداية تعاون استراتيجي طويل الأمد.
العنوان الرئيسي، وطبعا كمان من أجواء تسلم الجيش اللبناني أول دفعة من الأسلحة من الهبة السعودية بصورة رئيسية نشرتها لوريون لوجور اليوم. وفي عناوين أخرى: سماحة لقد ارتكبت خطأ فظيعا، الأسد لقد دعينا حزب الله إلى سوريا وليس الإيرانيين، قانون الإيجارات القديم يفتح جدلا حول الحق في السكن، وختاما السنيورة نرفض الهيمنة الإيرانية على لبنان. في عناوين صحيفة الشرق: عملية أمنية بإشراف المشنوق تنهي إمارة سجن رومي، ميشيل سماحة يعترف: نقلت المتفجرات والأموال من مكتب علي مملوك بسيارتي. الحريري شكر للملك سلمان دعم الجيش اللبناني، طلائع الأسلحة الفرنسية وصلت والدفعة الثانية في أيار. في عناوين الشرق أيضا: توافق على تشريع الضرورة الأسبوع المقبل، 41.5 مليون دولار الموجودات المجمدة لبنك عودة بنهاية آذار، مواجهة أمريكية إيرانية في مياه اليمن. وضمن رأي الشرق بقلم عون الكعكي مقالة بعنوان عيب، وبختم مع الصورة الرئيسية اللي جمعت خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الحريري امبارح. ومن الشرق إلى الشرق الأوسط: مشروع سلمان مارشال عربي لإعمار اليمن وانتهاء المرحلة الأولى من الحزم، التحالف يهدد باستهداف السفن التي تحاول إمداد الميليشيات بالسلاح، وحاملة طائرات أمريكية تتوجه إلى المياه الإقليمية، ضرب مستودعات صواريخ في صنعاء. أوامر إخوانية غامضة منعت 40,000 مقاتل من مواجهة الحوثيين. إيطاليا تدرس إجراءات ضد عصابة الموت، مقبرة المتوسط تفتك بقرابة 1000 مهاجر خلال 24 ساعة. رويتر قال أن ضابطا في مخابرات صدام اختار البغدادي مؤلف القوة السوداء للشرق الأوسط محصلة رحلات لسوريا أن داعش تنظيم بعثي. ومن صحيفة الشرق إلى عناوين من الشرق الأوسط إلى عناوين الأخبار: عون روكز أو لا حكومة، سعد الحريري راجع قويا، وضمن عدل تشبيح الأمن العام استدراج ومقايضة، الموازنة والسلسلة البحث عن صفعة كاملة، وختاما المدينة الجامعية نوم في المستودعات وديدان في المياه. ومن الأخبار إلى عناوين صحيفة الجمهورية يلي معها بنكون وصلنا لختام جولتنا اليوم بعناوين: لبنان الرسمي يشكر السعودية، مشروع الموازنة يقترب من مخارج تتيح إقراره في مجلس الوزراء، تصدعات في معسكر الحوثيين ومشروع مارشال عربي لليمن. وبالأخبار الرياضية: مهمتان صعبتان لبايرن وسان جيرمان ليلى، وبختم مع صورة رئيسية كمان لصواريخ ميلان وقواعدها أثناء عرضها بالقاعدة الجوية في المطار، والصورة بعنوان ميلان للجيش. ومع هالعنوان والصورة من صحيفة الجمهورية ممكن وصلنا لختام جولتنا، فاصل إعلاني وبنرجع منتابع. جولة ثقافية لليوم نحن نبلشها من سيني كلوب الاي يو تي، واليوم موعد مع عرض فيلم بوداس دو سانغري أو عرس الدم، هالفيلم من إخراج المخرج الإسباني كارلوس سورا. الموعد على الساعة 7 المساء بأوديتوريوم مع عصام فارس بحرم الجامعة بالفيدار. ومنتابع مع عروض الأفلام، واليوم اختتام الدورة الـ 11 من ليزيكران دو ريال، وفيلم الاختتام هو كاريكاتوريست فانتاسان دو لا ديموكراسي من إخراج ستيفاني فالواتو. الموعد على الساعة 8 المساء بسينما مونتان بالانستيتو فرانسي دو بيروت. Je
pensais pas que j'allais utiliser mon pot de peinture rouge. بيدعي رئيس المعهد العالي للموسيقى بالتكليف وليد مسلم وبدعوة مشتركة من قبل السفير سويسرا بلبنان فرانسوا باراس لحضور حفلة للعازفة المنفردة على البيانو أني بالابانيان. الموعد اليوم المساء على الساعة 8 المساء على خشبة مسرح بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية. منتابع مع لجنة مهرجانات بيت الدين يلي بتدعي لمؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن البرنامج الكامل لصيف 2015 برعاية وزير السياحة ميشيل فرعون ووزير الثقافة روني عريجي. الموعد اليوم على الساعة 10 المساء بالصالة الزجاجية التابعة لوزارة السياحة. وسبق لمهرجانات بيت الدين وأعلنت عن موعد واحد وهو مع التنور العالمي خوان دييغو فلوريس ب 29 تموز. جمعية فيرفاس يلي تعنى بالكشف المبكر لسرطان الثدي بتدعي للعرض الأول لفيلم The Age of Adeline من إخراج لي تولند غريغر. الموعد اليوم على الساعة 8:15 بالجراند سينماز بالأبي سي. وريع العرض بيعود طبعا لدعم جمعية فيرفاس. First, 1908. Many years later, she would begin a family of her own. On a cold winter night in 1935, Adeline's life would change forever. In that moment, something incredible happened. Its effect was almost magical. Adeline Bowman will henceforth be immune to the ravages of time. She will never age another day. جمعية المبارات الخيرية وبلدية جبال بيدعوا لحضور أمسية كورالية بحياة كورال غراغاتش بقيادة زكار كيشيشيان وكورال الفيحاء بقيادة باركيف تسلاكيان وفرقة هارموني بقيادة آدم علي. الموعد اليوم على الساعة 6 بمدرسة رسول المحبة بجبال. مهرجان بيروت للرقص المعاصر بايبود واليوم موعد مع عرضين. العرض الأول بعنوان Does it start with a kiss وهو عرض من المجر. أما العرض الثاني فهو Ode to the Attempt وهو عرض مشترك بين بلجيكا وهولندا. العروض بتبلش على الساعة 8:30 المساء بكرة العروض على خشبة مسرح الانستيتيو فرنسي ببيروت. ومنشوف تريلر المهرجان لهالسنة. هيك وصلنا على ختام جولتنا الثقافية لليوم. رح ننتقل عن جوال لناخذ فكرة عن حركة السير ليوم الثلاثاء. رح نعمل جولتنا اليومية المعتادة بنبداها من جسر سليم سلام. حركة سير ناشطة من دون توقف للسيارات. بننتقل إلى الزلقة، حركة ضاغطة على أوتوستراد الزلقة باتجاه بيروت. ومنروح الى مثلث خلدي اللي عم بيشهد كمان على ضغط سير ببعض المحاور وسير ميسر يمكن واخف ضغط بالمحاور الاخرى. مؤهل اول احمد شعبان معنا من غرفه التحكم للمرور ببيروت، مرحبا. صباح الخير، كيفك؟ كيفك انت؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله. بالنسبه لحركه السير اجمالا، الحركه الصباحيه المعتاده، نعم، مداخل بيروت المدخل الشمالي عم يتراوح ضغط السير من الضبيه باتجاه نقاش انطلياس، كذلك من الدورة باتجاه الكارنتينا شهر الحلو. نعم. بوليفار سن الفيل عم يشهد حركة كثيفة، كذلك من نهر الموت باتجاه إشارات جديد الاتحاد خباز، ضغط سير ما بين الحايك وجسر الواطي. نعم. كوريش النار الحركة مقبولة، إنما عندنا حركة كثيفة على جسر العدلية باتجاه أوتيل دي سيسين، كذلك حركة ناشطة على جدة عمر بيهم باتجاه العملية بشارع الخوري. نعم. حركة كثيفة عم تكون عندنا من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سلام الوسط.
المدخل الجنوبي عم يشهد حركة ناشطة كذلك من النعمة باتجاه خلدي، عم يكمل كثيف باتجاه الأنفاق طريق المطار. في عنا حركة ناشطة إلى كثيفة على محور الحدث كفرشيما، كذلك على السنترز. نعم. معنا أي مشاكل على الطرقات إجمالا للحركة الصباحية المعتادة. أوكي، حوادث سير؟ حوادث سير تسجل عنا من امبارح لليوم. حوادث سير كانت نتيجتهم 6 جرحى. قديش كم حادث؟ 6 حوادث. في بس جرحى؟ 6 جرحى، الحمد لله ما في عنا أي وفيات. الحمد لله على السلامة. الله يخليكي. بالنسبة ل بدنا نذكر المواطنين إنه اعتبارا من بكرة رح تبلش تطبيق قانون السير الجديد. الأولى. اوكي، بترجع بتذكرنا شوي المرحلة الأولى اللي هي مرحلة تجريبية لآخر شهر قديش؟ آخر شهر؟ لا، ما فينا نقول مرحلة تجريبية جوال. مش تجريبية، ما حدا يفهمنا غلط. المخالفات بشكل جدي، إنما تم حصر المخالفات اللي حيتم التركيز عليها هي بأربع مخالفات. أربعة، يلي هن؟ يلي هن السرعة الزايدة، القيادة تحت تأثير الكحول أو القيادة تحت تأثير المخدرات، وأخيراً القيادة المتهورة للدراجات. نعم، هيدي كمرحلة أولى رح يتنفذوا على هالبنود، وأكيد نرجع منعلن ومنذكر عن المرحلة الثانية، البنود الثانية الإضافية اللي رح تنضاف. صحيح، مزبوط. أكيد بالإضافة هالأسبوع رح تستمر حملاتنا التوعية للمواطنين. أصلا عم يوصلنا مساجات ورسائل نصية على تليفوناتنا، وإن شاء الله عن جد كل العالم تلتزم. بالنهاية خلوني يستوعبوا أنه هيدا الشيء لسلامتهم ولحياتهم. أكيد 100%. بدنا نذكر بشغلي كمان انه في هيدا التعديل عيد عم يجينا اتصالات بخصوصه بالتعديل بالنسبه لسير الدراجات الناريه، انه صدر تعديل بيتضمن انه يمنع سير الدراجات الناريه في كافه الاوقات على الطرقات التالي، يلي هي الاوتوستراد الممتد من وسط المدينه مرورا بنفق سليم اسلام المدينه الرياضيه الى وصولا الى المطار، كذلك طريق المطار القديمه يعني من مستديرة المطار حتى مطار رفيق الحرير الدولي. أوكي. وأخيرا من جسر خلدي باتجاه نفق طريق المطار. أنتوا رح تاخدوا بعين الاعتبار هالاتصالات، يعني هنيك صارت ممنوعة تمرق الدراجات؟ صحيح. بالإضافة أكيد للقرار السابق يلي هو بيمنع سير الدراجات على كافة الأراضي اللبنانية من الساعة 19 للساعة 5 صباحا. هيدا أكيد يعني بكل ما تعدل في شيء، باستثناء أكيد القرار اللي صادر بصيدا بكل الأوقات ممنوع مرور الدراجات. الجديد اللي جد يلي هو على طريق المطار، على هالطرقات الثلاثة يلي سميتهم هلا. صحيح. نعم، المؤهل الأول أحمد شعبان، شكرا لهالتوضيحات كلها، على أمل أنه يلتزموا المواطنين بقانون السير الجديد، وبالنهاية هذا لسلامتهم مثل ما قلنا. نحن رح توقف مع بريك علينا جديد، ونرجع نتابع أخبار الصباح. صباح الخير، أنا الوالي بالوكالة والنص والسيد نصب نفسه أمير على الحوثيين. الأمر بالهجوم على المملكة صدر من ولاية الفقيه والتنفيذ من مجمع سيد الشهداء. ومالي ومالك يا هوا. المضحك المبكي دعوة إلى عدم استجرار الأزمة اليمنية إلى لبنان، وإذا به غارق من رأسه إلى أخمس قدميه في عدن وصنعاء، لا مقامات ولا مزارات واجب حمايتها. توعد ووعد بالنصر وما تجربونا، وبعجقة التهديد قلبنا المحطة وما يطلبه المستمعون. وغنية حاجة تحكي عن هواك، ضحكت عليك البلد. من اليمن للبنان واختلط الحابل بالنابل، تارة ملف أمني وطورا أزمة بيئية اقتصادية أو سياسية. محطتنا مرة جديدة من طرابلس، وما كادت المدينة ترتاح من جولات العنف حتى غرقت بالنفايات المتراكمة يلي شوهت الفيحاء. امبارح تقرير واليوم تقرير آخر من الميناء، عسى البلدية تستفيق من الغيبوبة وتبدأ ورشة العمل. تقرير لزميلتنا مي فرحات، منتابعه سوا. بالإجمال يغرق لبنان بالظلام، وبالشتاء بيغرق بأمطاره، أما بالصيف فيغرق بنفاياته. معادلة أصبحت عادية بالنسبة للبنانيين، ولكن بعد تقرير النفايات في طرابلس تحرك بعض المواطنين، وصور جديدة وصلتنا هالمرة من الميناء. زبالة المدينة هون مليانة ما شاء الله، لأنه ما عم بيلموها.
يعني المفروض يمرق هون مرتين بالنهار يشيل زبالة، ما بيمرق، ما في كل طرابلس زبالة. يعني بتفوتي بتنيمي بالبيت او اوطي البرغش فوق مني، ما بتقدر كيف حي ابدا ابدا. يعني هون البحر الامشي هسه شويه لقدام طالع ريحه البحر، هون طبيعيه بس لازم تفوتي لجوا هيك تشوفي شيء مفزع. كل يومين ثلاثه حتى يفوت البلديه لجوا، لانه في كثير منطقة شعبية كتير. هلا بيكتروا 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 وبعدين بيفكروا يفوتوا يهون يمون. يعني كل الطفل ايه عم بيمرض ليك. وهلا اخذنا اليوم طفل من عنا ابن اختي، ايه اكسجين ما وقف فيه. جاي صيف، انه معقوله انه هسه بتشوف هيك تفوتي على حوالي لجوا بتشوف الزباله هسه اكثر، انه العالم بتقدر تعيش كيف بدها، ما بتقدر تفتح شباك، ما حيصير معهم مرض، كانه نحن الزباله هون عايشين بقلبها. كل فتره كل يومين ثلاثه بيكون الاولاد عم يلعبوا هون فوتبول كذا وهذا، بيشوفوا الزباله اجل لك معرمه الحاويه، بيجوا بيشعلوها بيروحوا وبيصيروا بيزيدوا بهالنشح بقلبها، اينو بتدخن المنطقه كلها هون بتدخن. تحت رحمة النفايات وروائحها يعيش سكان الميناء، وما من حل إلا بانتخاب بلدية جديدة، وذلك بعد استقالة بلديتها السابقة منذ أكثر من سنة ونصف. وبالتالي إذا بوجود البلديات طرابلس مهملة، فكيف بغيابها؟ لا ما كانت هيك، كانت أنظف من هيك بكتير. لو في بلدية بدهم هن يهتموا، ولا فجات اللي هي مسؤولة عن هذا بتمروا يمكن مرة بالنهار أو مرة كل النهارين. على إذا عوات بيكونوا عم يفضل النفاياتها وقفوك ساعة ورا منهم كل الرواح عليك. يعني هذه المفروض يعملوها بالليل، يعملوها الصبح، يعملوها وش الصبح، لأنه كان عطلة برجعوا بيزبطوا بيجيب الزمان. شو عطلة كانت. الله إذا عملوا لنا انتخابات بتصير بتتحسن كل شيء فيه. محل ما بتمشي بتلاقي زبيلة، ومحل ما بتلاقي أجلك في عناية طويفة. طيب إذا ما في بلدية هيك بيرخونا بيعملوا جراثيم، بيكون في إشكال دفع مصاري مثل العادة، مقصرين عليهم ومع بيوقفوا لم بتصير العالم بتشم روايح غير شكل. كتير أوقات بتصير حسب التلزيمات والاستفادات. دورة للبحر شوف ما أحلام هلا مناظر بتجنن عنا، بس بتسيب أوقات بتسيب هيك. هلا اليوم بيكون عجقة سبت أحد. سبعيتنا قرونا مجلس بلدي جدنا يهدي تحياته، مجلس بلدي جدكن وبيسألكن إذا عرفتوا بمشكلة المحطة. عرفنا صحيحة ولا كسبي كسبي كسبي. لطالما تسابق الشعراء على إهداء طرابلس أجمل الصفات، ولكن السنوات المضنية من الإهمال وبفضل عدم اهتمام مسؤوليها تحولت الفيحاء إلى مدينة الفوضى حتى إشعار آخر. هذا المشهد من اللي بقى أهل طرابلس كلياته. المينا حرام تكون على هالشكل اللي هي فيه الآن. ليش؟ لأنه سنة 63 البلدية لما طلعت سموا المينا المدينة السينيحية وصنفت بالدرجة الأولى. شوية اهتمام بس ما أكتر. طرابلس عم ينفرض عليها هيك، بس هي مش هيك. بدك تجي هون نهار فرص تشوف الزبالة على الطريق كيف بتكون، وكم بوليس بيوقف يعمل له ضبط مرتين ثلاثة ببطل حدا بيسترجع يكب الزبالة. ما في مين يعلمون، ما في مين يقول لهم شيء، مثلا كبوا هون، لا يا أمي ما تكب هون، كب قلب برني. أمالي من الدولة، لأنه هي الدولة مفروض تكون الراعي الكبير اللي يحسب الناس كلها. بعدين بدها شو اسمه بس مشاريع انمائية طرابلس بيمشي حالها، يعني بيلهوا العالم شوي بالرياضة بأشياء تانية بيمشي حاله. بالحكي في ماتش رحنا عندنا ماتش كان الملعب مليان وكانت العالم كلها مبسوطة عم بتزقف. أنا طرابلس اللي بعرفها هي هي. أنا ما بسكت. بترجاكن يا إخوان حافظوا على جلستنا، هيئة بلدية الجان أنزعم بلدية ما بلدية الجان أنزعم من تابع حلقتنا. وضمن المهرجانات الثقافية اللي عم تشهدها المناطق اللبنانية رح نبقى هلأ مع مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر بيبود يلي عم بتقوم بتنظيمه فرقة مقامات. هالحدث يلي أصبح يعتبر محطة سنوية ينطروها الكتار من محبي الرقص والفن التعبيري. تفاصيل أكثر عن افتتاح المهرجان بهالتقرير. موسيقى
على مسرح المدينة انطلقت أولى عروض مهرجان بيروت للرقص المعاصر، والعرض الأول اللي بيحمل عنوان طرب، وهو عرض مبدع لفرقة 7273 السويسرية، وقدموا من خلاله رقص بيحمل أنماط متنوعة ويعرف بالفويت فويت، وهو حفل صوفي صاخب بتبقى الحركة فيه بتدفق متواصل دون تكرار، والنتيجة رقصة فاتنة. This multi-style since 10 years now we developed this multi-style fit and it's related with the makam, with the oriental system of the music, and we did residencies for this piece in Cairo, and we meet a lot of musicians and we talk a lot about tarab, and the tarab in the Middle East it's really strong. هالسنة مهرجان بايبود بيقدم عروض متنوعة لعشر فرق عالمية، ودورته الـ11 بتحمل معها أفكار مختلفة ومتطورة. احنا عنا جمهور بعقد صراحة، وبالنسبة لإلي الرقص أكثر من رقص، هو كمان بيثبت عن وجودنا بهيدي الدنيا. شيء كتير مهم إنه في فنانين عالميين كتير مهمين عم بيشاركوا بالمهرجان، وهيدا شغلة بنعتز فيها وبنفتخر فيها انه هول الفنانين حيكونوا موجودين ببيروت. هذا المهرجان هو اثبات انه الفن لازم يضل موجود بلبنان، ونحن دورنا انه على طول نشجعه حتى يضل يستمر، والاهم انه مش بس يكون موجود بعروض عالمية، كمان انه الدول العربية واللبنانية تصير تشارك. الرأس هو يعني هو الوجدان اللي عم بيتحول الى صورة مشهدية اللي تقدر من خلالها تعمل بواعث كدلالات وكرموز. تزامناً مع انطلاق العرض الأول لمهرجان بايبود، قدم الفنان البلجيكي جوليان ماغ معرض ثلاثي الأبعاد لأشكال هندسية تحمل معه صورة فنية. The exhibition is talking about space in movement rather to talk from people moving in a space. It's I have much more developed this system of expansion and compression who move around you, so I'm like controlling the space that is around you, but I'm static. بيروت كانت تتحكم بالحراك الثقافي في الستينات والسبعينات، وكان هذا الشارع واحد من أهم شوارع الثقافة في الوطن العربي. هذا البلد رغم كل اللي عم بيصير فيه، بعد في ناس عم تجي من برا وعندها ثقة بهالبلد وعندهم ثقة بالفن اللبناني. وفعالية بايبود مستمرة لغاية 26 نيسان. رح ننتقل هلأ إلى فقرة السؤال اليومي. كاميرتنا نزلت على الشارع وسألت الناس لكم حادث سير تعرضتوا. يمكن هلأ مع أجواء تطبيق قانون السير بنتمنى أنه العدد يقل إن شاء الله. خلينا نشوف أجوبة الناس بهالتقرير. والله سير حوادث قوية ماشي، طرطقات صغيرة يعني مرة مرتين ثلاثة ماشي، لا أجمال حدا مفوت فيه. بحبوني. شكلي محبة. ولا مرة. كتير خير الله. بنتي على شويقتي وقت شوي ما بيشربش مشان هيدي. ولا مرة أبدا. ولا مرة. كل شيء. نحن أنا تحت القانون. أنا كمان بقلك تحت القانون. ولا مرة. الحمد لله. إيه. لا بسوق بس ولا مرة. بنتبه. إيه. بسوق على مهلي. لا حدا فيه ولا أنا فتل مع حدا.
قال له ما مت شفت ما شفت من مات. بس انا بنت عمرها 20 سنه راحت بحادثه. بس ما فينا كمان نقول له نحط الحق كله على الطيران. اللي بيسكر كمان بيسكر بيسهر كل الليل وبيسكر وبيشرب وبيشرب مخدرات كمان حق الطريق. خبريتي خبريه. أول ما تعلمت السواقة كنت عم بعمل استاج بدير الصليب، أنا عم بعمل انفيرمير. طلع من المفرق الحق علي أنا دجا، يعني طلع من المفرق بيجي يجيب شيروكي وبيضرب فيي. أنا ما ركزت عليه منيح، ما انتبهت له. قام هو نازل بيطلع شاب عمره شي 40 سنة، نحن كنا خمس بنات بالسيارة، خمس استاجيرات يعني عم نتعلم انفيرمير. بينزل هو عم بيسيرني إنه الخبطة كانت كتير قوية، عم بيقول لي شو إنه من وين جايين وما بعرف شو عم تعملوا وما بعرف شو. قلت له من هون من دير الصليب وباركا. طلع قاعد بالسياره بقش استرجع سيارته. قال لك هون هلا قال لك هو هربانين دار الصليب. طيب بس ثلاثه هيك كتر خير الله. سبب الحوادث انه واقف واحد واقف هيك رجع علي دغري هيك طلع علي. بس انا ما بسوق سياره، ما بعرف سوق سياره. اوزموبيل اجرين، اوزموبيل اجر يعني اوز موبيل، اوز موبيل بروح من هون لنهر النوت ماشي بيجي ماشي. وهو شوف الصحة كيف بيصير، لكن ماشي بيزيل السكري كوليسترول، بيعطيك الصحة بيعطيك امان، بتدخني كتير بفتح صدري. صايرة حلوة اليوم انت ليه؟ لا ولا اكسيدون نشكر الله. سوق عمهلي وبنتبه. هلا في نسوان يمكن بيسرعوا كتير وفي نسوان رايقين. هذا بقول لك اوكي شي ثلاثة او اربعة برا تصحيت مرة. انا عايش برا لبنان يعني، بس اغلب الحوادث برا دبي. ولا برا لا الحمد لله. انه السير جديد كتير منيح ما بيشي يعني، بس انه بدك الناس طبق شيء هذا. بدك يقدر الواحد يدفع هون القصة. طب اذا ما دفعنا شو بيصير؟ حبس في حبس. كنا طالعين على مارشال بال22 ونحن طالعين وهو او تبع ثالث صف واجا فات فينا بوز بالبوز. كتر خير الله السيارة تكسرت كلها. الحمد لله نحن ما صرنا شيء. مرشار بالحمينة هيدي للإعلام، مرشار بالحمينة. ولا أكسيدان هيدي. أنا حيلي كتير كتير. شو بدك عن جد؟ شو ما سقت ولا عامل. ما بتسوق؟ ما بسوق. هيا نعم بمشي عجرية. هلا فيك كم اكسدام؟ ولا اكسدام الحمد لله، ولا مرة ولا خبطة والله. ما حياة الله ما عامل مرتين ثلاثة هيك شيء هيك صدفة بصير يعني. أصلا ما بسوق، جوزي بسوق ما بيخليني سوق لأنه بخاف علي. عندي دفتر سوق أو كل شيء، بس أتبع ما نشوف الحوادث، خاصة هيدا الشاب اللي هيدا حرق لي قلبي. أنا خمس مرات إيه لا خمس مرات فاتوا من وراي إيه 350,000 ايه. اذا اكلت مرتين مخالفين معاش ببعت ابني على المدرسه، خلص بوقفه من المدرسه. هو هيك وين الخساره؟ قبل سنه سرقت سيارتي، هيدي الخساره. ما عندي سياره معاش بدي سوق. طالما طلعت هاي القصه مخالفات وقفت معاش بدي سوق. انا بنتي بمشي على محله، انا بنمشي على محلنا بنكون مهتمين، مهتمين بالماشيين بالمارين بالناس. ايه عندنا اختنا يعني انا ما بحب اطلع على التلفزيون، بس انه عندنا اخت ونحن ملوعين وعصام بريد حرق لنا قلبنا وكثير شباب عم تحرق لنا قلبنا. يعني ما حابه اطلع على التلفزيون ولا نحكي، بس انه شو ما عملوا لقانون السير مش كافي. بسبب الطرقات على طريق عجلتون رجعوا بعد مده رجعوا صلحوا شوي فيها، ما في اضاءه وكانت تصحيت واهمال اهمال ان كان دوله ولا بلديه ولا غيرها. قانون مش كافي. انا طب معقوله باي بلد هيدا؟ معقوله انا دركي نص انا تاثرت نص بقى نص مصلبيه يعمل لي هيك وش بعد نقطة؟ معقول بفرن الشباك أنا أخضر يضوي من قدام ومن هون بنفس الوقت نحن نمشي بوش بعد؟ شو هالقيمتها هلا عم بيحطونا؟ تقريبا بلا طعمة، للأسف بلا طعمة. كنا ببلاد أوروبا بغيره شفنا هول بلا طعمة للأسف. أخيك شفتي؟ شو أنا شطلع بالدولة هي بدها تلحقهم؟ إيه بالجبل، أنا هون بيروت لا ما بسوق، بخاف لأنه زواريب وطلعات ونزلات، بخاف شو ما كان يكون، بس بقضي حاجتي أنا فوق بالجبل يعني بروح على المحل. عند أصحابي بدل يبرم هيك على اللف كان بيبرم هيك بيقطع نصها بيجي سيارة يفوت فيها أو أنا يفوت فيها. لا عادي عادي. لشو؟ ليش مين عم يحزن بلبنان؟ ما حدا عم يحزن حكي بس ما في شيء. لا شوف آخرتها الأرض مش مزيا وإشارات فيها وما فيها عشو؟ عم بتصور؟ لا 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 تصور ولا ما بسوق ماشي برا باص
ما بحب سوق سيارة لأنه العالم بيسوقها مثل أخوتي. لا الله يرحمه عصام بيري كان دفنه حق على دولتنا. ولا أكسيدون لأن نفسه زحطت، كان في مزوت على الطريق وزحطت سيارة شبقت بالحيطان. لا أنا كنت حاطة ست بنت لهلا معلمي هون، إنه الطرقات تكون مأمنة فيها أدوية وفيها إشارات، إذا في كمان مزوت يحطوا أشياء، مش مين مكان يزيد كيف مكان يمشي وحياة العالم. أنا كنت متت إيه جاد إيه معلوم دبحت هون ويجي لحد هلا أنا هون، أنا دوت الأعصاب كله من هون ميت، عيني قاشطة من وراء الخبطة بس بال شو اسمه ما مبينه. الله يجبر بخاطرك. باللبنان اللبنانية كلنا فايتين عواميد باردون، يعني حتى ما نعبر تعبير تاني ما هيك. هذا اكسسير للبسكليت ما في اكيد، مشان هيدا عم بسوق بسكليتون. خليه يضحك هودي، روح شوف شغلك. انا اكيد بقيت بيلت، هذا حزام الامان اكيد. ليك هودي بتحط الكاسكيت ما حاطين، هذا غلط كمان بسيطة خير. منتابع حلقتنا مع فقرة كل يوم عم نعرض من خلالها لقطة عم تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بتكون مهضومة وطريفة. منشوف اللقطة ومن بعدها بريك ومنرجع. نتابع حلقتنا وتحت عنوان المهملات ثروة إذا أردنا. افتتحت الفنانة التشكيلية حنان بارودي معرضها الجديد بقصر اليونسكو. المعرض تضمن معروضات من بقايا المهملات يلي تم تدويرها وتحويلها إلى تحف فنية. تقرير بيعطينا تفاصيل أكثر. المهملات من القطع المستعملة، من المواد المستهلكة، من الزجاج، البلاستيك والحديد. أعادت الفنانة حنان بارودي إعادة تدوير كل هالأغراض لتحولهم إلى قطع فنية، عفش منزل وقطع أنتيك، وعرضتهم بمعرضها الجديد المهملات ثروة إذا أردنا لتبرهن أهمية الريسيكلاج وأهمية إعادة تدوير المهملات. فعلا هيدا كله اللي شايفينه نحن مهملات بس بتفكريه جاليري. فنحن مقصدنا من هالمعرض لنخلق جيل مبدع مبتكر يفيد ويستفيد، فهيدا المقصود من هيدا المعرض. يعني كل شيء شايفتي هون هو كل شيء بيشوفه الشخص كل يوم كل يوم. كلينك فضيت علبة الكلينكس، فضيت علبة الأحذية، فضيت معلبات الأكل. كان خطوة لقلنا نحن لقلنا في تحديدا لحتى نبلش بشيء تعلمناه بفترة قصيرة بالجامعة مع السيد حنان. نعرف العالم انه الشيء مثلا من ماشي نصنع الشيء انه حلو هيك ونزين فيه البيت. النفايات هي غنى للبنان، النفايات هي ثروة، هو الحل الوحيد للتخلص من النفايات هي بالتدويرة بإعادة استعمالها مثل ما هلأ عم نشوف بالمعرض. البيئة مش ناقصة كركبة زيادة عن ما هي، ففرصة أنه نستفيد من الأشياء اللي أصلاً سايرة حتنكاب يرجع ينعمل منها أشياء كتير حلوة. هلأ عم بعلم أولادي على هالشي، ممنوع يكبوا. تصوري غطى قنيني ممنوع يكبوا، بيجوا بيسألوني تاتا بدك هاي بيشيلوا. برعاية الشيخة حصة سعد العبدالله الصباح وبصالة عرض اليونسكو، افتتحت حنان بارودي معرضها الجديد بالتعاون مع تلميذة بجامعة المنار، من بعد ما كانت جالت فيه البلدان العالمية لتبرهن عن أهمية المواهب اللبنانية. شيء ممتاز يعني جدا أنه نتعلم منها أفكارها، نبي إن شاء الله نطبق هذا في دولة الكويت إن شاء الله في المؤتمر اللي حيكون في الكويت في شهر نوفمبر القادم. إلى لوحات جميلة جدا وفيها تقنية هائلة وفيها ذوق وفيها مخيلة، وبالتالي بنفس الوقت عم بتحافظ على البيئة
ببلد كتير فيه نفايات، قدرنا نلاقي ست مثل حنان بارودي تقدر تجمع النفايات وتعمل منهم الإبداع. عائلة تدوير النفايات هي بتقوي الاقتصاد البلد وبتشغل كتير عالم وبتخلي الواحد يفكر انه هيدي زبالة إلى قيمة. تدوير النفايات هي توعية بيئية بتبلش من المدارس للأطفال، بتبلش ما يكب الورقة من الشباك، ما يزت السيجارة من السيارة. عم بيعملوا شغلات كتير حلوة، وهذه اللي بسموها بالإنجليزي ريسايكلينج يعني حقيقة، وشغلي تشكروا عليها، وشغلي بشجع كل الجيل الطالع. لازم نشجعه كتير ولازم يتعمم، مش يكون انه بس تجربة شخصية او تجربة فردية، لازم يتعمم على كل المدارس وعلى كل المجتمع. فنانة كاتبة وأستاذة فنون حنان بارودي اللي شاركت بالعديد من المعارض العالمية، دورات الفنية والمحاضرات الدولية، عم تعرض اليوم آخر أعمالها اليدوية والحرفية بمعرض مستمر لغاية 18 نيسان. المعارض الفنية إلى القضايا الإنسانية، ومرحب بضيفتنا لليوم رندا ديراني، مسؤولة العلاقات العامة بمؤسسة إنسان. رندا صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بأخبار الصباح. منا نحكي عن عرض أزياء بتنظم لثالث سنة، ونجمات هالعرض الأزياء هن العاملات، عاملات المنازل. صحيح. صح؟ ثالث سنة عم بتنظموا هالعرض الأزياء، كيف بتجي المبادرة أول شيء وشو الهدف من وراء هالعرض الأزياء؟ أكيد. أول شيء بدي أعرف عن مؤسسة إنسان. هي مؤسسة صار عمرها حوالي اليوم 15 سنة، هي مؤسسة لا حكومية ما بتبغي الربح، وبتهتم بطريقة شاملة بالعائلات وأولاد اللاجئين والأجانب. لما بقول بطريقة شاملة يعني من ناحية تربوية، نفس اجتماعية، عنا الاستشارات القانونية، وعنا قسم كتير مهم اليوم هو قسم الأبحاث والدراسات وحملات الضغط. وهيدا البرنامج اللي هلأ عم هالنشاط اللي عم نحضره هو بهيدا القسم مبدئيا. ليش؟ لأنه نحن عم نشتغل كتير كرمال عاملات المنازل الأجنبية تصير عندهم قانون بيحميهم بلبنان، ويكون يعني نخلص من نظام الكفالة يلي هو منه نظام بيريح ولا للعامل الأجنبية ولا لصاحب العمل. هلأ شو الأهداف؟ لثالث مرة عم نعمل هالعرض الأزياء، وكتير بهمنا أنه نعمله. ليش؟ لأنه بيعني كتير كمان للعاملات الأجنبيات. الهدف هو أنه نفرج أنه هالسيدة اللي هي عاملة بلبنان هي مثل أي سيدة أخرى، بعملها هي بتعطي وقتها، وبرات العمل عندها حياتها الخاصة، بتقدر يكون عندها هواياتها، بيقدر يكون عندها حياتها أنه هواية بتقضي وقتها مع أصحابها بطريقة كتير طبيعية. وكتير مهم كمان، يعني الشيء اللي كتير مهم هو انه نغير كمان نظرة المجتمع لهالسيدة، لان حاطينا بمثل صورة نمطية انه هيدي العاملة كأنها بإطار معين وما عندها حياة تطلع منه، بوقت هي موظفة عندها دوام. الفرق انه باغلب الاوقات هي عايشه بهالبيت بس، ولكن ضروري انه هالعقليه اللي عنا اياها بالنظره لهالمراه تكون غيرة. مختلفه. لان احنا بننظر لها وهي حقوقها مثل حقوقنا، ما بتختلف، بس الفرق انه هي عندها وظيفه، يمكن وظيفه ما بدها شهادات بركه، او جايه من بلد بعيد وبلد فقير. ما في مرأة بتجي من هيديك البلدان إلا لأنه في أسباب فقر مدقع بتخلي عائلتها وبتجي. إذن هي موجودة عنا، ونحن واجباتنا أنه نتعامل معها بطريقة جدا إنسانية ونحافظ لها على حقوقها مثل ما بنحب نحن يتحافظ على حقوقنا وقتها منسافر على بلاد برا. رندا ذكرتي انه هالشيء انعكس ايجابي عليهم هن، ومصرين انتم كجمعيه ترجعوا تعيدوا تجربه عرض الازياء كمان لتساعدون لهم. كيف كانت رده فعلهم لما عرضوا؟ ما بعرف كيف كانت رده فعلهم، ما خبرتوهم اصلا انه انتم بصدد تنفيذ هيك مشروع. هلا وقتها اول مره كان شيء جديد كتير، كانوا قليل شوي، بس السنه كتير كتار الصبايا. يعني نحن عم نحضر هلا لنهار عيد العمل باول ايار،
رح نكون بالانجري مونكي بالجميزه على الساعه 8. كم صبي رح يكون؟ صبايا امبارح عملنا اول ريهرسل، يعني انا بقول لك ما عاد بيتهم لانه قد كثار كثير كثار السنه، ونحن قلنا هيدي اسهل حتى ما بيغيروا ثلاث اربع مرات بيكون ستريس اقل. فبفتكر رح نكون حوالي شيء بين ال 20 صبيه من جنسيات مختلفه، نيبال، كيف نقيتوا؟ سريلانكا، فيلبين، بنغلاديش، يعني كثير كثير ما بدي انسى. بيشتركوا من سنه لسنه هن زيتهم او بيجيبوا اصحابهم؟ كيف عم بيصير؟ نحن بنتعامل مع الكوميونتي مع الجميع عندهم، وهن كلهم يعني دائما في ليدر، دائما في حدا بيهتم بهالجميع، مرجع بنحكي مع المرجع وبيسال مين بحب، وهن بيجوا بعدين يعني بيقولوا نحن حابين انه نشترك. مش ضروري يكونوا اجسامهم ضعاف، مزبوط؟ مش ضروري ابدا، ما في هي المعايير يعني، مش المنكان مزبوط. بس الى جانب هالعمليات كمان في صديقات لمؤسسه انسان، لبنانيات فرنسويه وتونسيه رح يكونوا كمان معنا عم بيعرضوا. وانا ضروري اشكر كثير كمان المصممين والمصممات. السنه لاول مره معنا شابين، اغلبيه من هالمصممين من جامعه اسمود، وانا بشكر لانه اسمود هي دعمتنا من هالناحيه، وحابه اشكرهم واقول اساميهم. تفضلي. ايمانويل كلامي، عيسى حسو، كامل اسعد، ميرنا سعيدي، نوره عطشان، رندا ديراني، سنا بايسنا ايوب، وزبيده عكاري، الى جانب بعض العاملات الاجنبيات يلي هن كمان بيصمموا ازياء، وقسم منهم بيصمم الزي الوطني، التراديشنال الوطني. رندا ديراني يعني انت؟ نعم. انت كمان بتصمم انا أزياء. بصمم بس انا مش جاي احكي عن حالي. لا بس انه لانه بس ما في معلق على الاسم لانه هو ذاته يعني. أنا نعم. طيب ذكرنا انه مش ضروري يكونوا نفس العاملات يلي عرضوا ب مرات لا بعتقد في ما بعرف اذا في وحده بس بيناتهم. اوكي. طيب ردة فعل الناس يلي حواليكم لما يسمعوا بهيك عمل؟ اول شيء ردة فعل العاملات المصممين مصممين كان شيء جديد، وكلهم قالوا يعني حتى في شخص على التليفون قلت انا ببعث لهم كل البريس تبعولنا قبل ياخذوا فكره شو الموضوع لانه ما بيعرفوا، قالوا لي حق انسان انا اوكي ام ان دغري قلت ما يعرفوا تفاصيل اصلا يعني اعطيته تفاصيل على التليفون سريعه قالوا لي ام ان. هلا الناس شو الناس تنطر هيدا الحدث يعني بتصلوا فيه اوعى تنسى تقولي لنا لان في حدا ما قدر يجي هذيك السنه الى اخره. واكيد بدي اشكر اداره انجري مونكي لان عملوا لنا تسهيلات مش معقوله حتى نقدر نجي ويعني استضافونا، لانه اوقات بيكون ما بيكون عندنا بادجت. كم شخص بتتوقعي عم بيحضر؟ السنه بعتقد رح نكون كثير كثار، يعني بعتقد رح يكون في 100 فوق ال 100 شخص. بعتقد الاغلبيه رح يكونوا واقفين السنه وبين واقفين لانه ما في محلات يعني. ايه الباب كبير منه صغير، بس انه كثير في اقبال على هيدا على هيدا المشروع، يعني كثير بيلاقي حلاوه، بيلاقي رواج عند الناس وعند الاعلام، لانه في المراه وفي الخلق، في التياب الحلوه، في القضيه الانسانيه، يعني حلو انه النضال يكون من خلال الفن. يعني قديش عم بتصيبوا الهدف؟ يعني انا لما سالتك عن رده فعل الناس كان بدي اشوف قديش عن جد عم بتصيبوا الهدف، عم بتغيروا هالنظره النمطيه اللي حكيتي عنها من قبل الناس اللبنانيين بشكل عام تجاه العاملات الاجنبيه. هو باعتقادنا نحن انه كل شيء ثقافه، يعني الناس تتثقف على مواضيع بطريقه مختلفه، يعني بتتعلم العالم لانه بيكون في عقليه معينه، وكل موضوع له تاريخه، يعني كيف بلشت العامله بالبيوت، كيف كانت تجي من الضيعه وتصير هي وحده من اهل البيت، وتطورنا كثير، اليوم صارت موظفه بتجي وبدها تفل، دونك ما بقى في هالتفكير، يعني بطلت بالوضع اللي كانت فيه من زمان. الناس بتتجاوب بطريقه كثير حلوه، واكيد كل اللي بيجوا يعني وبيحضروا هن من داعمين هيدي القضيه. انا بعتقد انه العالم شوي ورا شوي بتنفتح وبتتفكر طور. بطريقه بتتطور بتفكر بطريقه مختلفه وبتشوف الاشياء من منظار مختلف، من منظار فيه حقوقي اكثر بكثير. بالختام بس بدي اسال، يمكن اسا بتتعاونوا كمان مع اسامي يعني كبار مصممي الازياء بلبنان، قديش هن بدورهم بيدعموا هيك قضيه برايك رندا؟ الحقيقه يعني انا بعتقد انه الانسان يلي هو بهمه يعني عنده ميل لحقوق الانسان وهو عنده وعي لهالشيء، قد ما كبر بالشهره بعتقد انه بيكون داعم، بيكون داعم لهيك قضيه، بس يعني بيبقى هيدا شيء انا بعتقد شخصي جدا، لانه اليوم لما الانسان بده يساهم
بيساهم على طريقته من مطرحه، من مطرح ما هو بأي مجال اللي كان، وخاصة إذا كان بالمجال الفني. رندا ديراني مسؤولة العلاقات العامة بمؤسسة إنسان، شكرا لحضورك معنا بسجو أخبار الصباح. ونحن مثل ما غطينا بالسنوات اللي قبل عرض الأزياء كمان أكيد رح منكون. بس متى رح يصير العرض؟ أنا بدي أشكركم كثير، رح يكون بنهار عيد العمل الساعة 8 بالأنجليمون. كنا احنا ناطرينكم هذيك السنة، صار في ريبورتاج بياخذ العقل. صح. بشكر مع زميلتنا فاميلا، لأن أنتم من خلالكم كمان عم ندعم حقوق الإنسان. نعم، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. بريك ومنرجع. منتابع حلقتنا مع ضيفنا الثاني لليوم الفنان التشكيلي يوسف يونس الكوجوك. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. نحن رح نحكي عن معرضك يلي تم افتتاحه امبارح بالمركز الثقافي الروسي تحت عنوان تحولات الحال في تناسخ المدن. كنا حكينا معك كمان امبارح على التليفون وخبرتنا. صحيح. عن كتابك يلي هو بضمن قصائد شعرية تحت عنوان أصابع القمر. رح نحكي عن الموضوعين. امبارح كيف كان الافتتاح؟ امبارح كان الافتتاح، ما توقعت انه حيكون في حشد هيك، لانه انا ما جاي كثير على لبنان. هيدي سادس مرة بنزل فيها على لبنان، واحتكاكي بالمجتمع. وين عايش؟ بباريس. بباريس. بباريس اللي تقريبا 20 سنة 19 سنة. بعشرين سنة جاي بس ست مرات على لبنان؟ تقريبا بنزل بس بمعرض الكتاب لحتى اتبضع من مجموعة الكتب العربية حتى اخذها لهنيك، عشان ما عندي كتب عربية قوية هنيك. لكن افتتاح المعرض كان امبارح وبكره الختام، ثلاث ايام مش قليل بالنسبه لمعرضك يونس والرساله بدنا نحكي عنها اللي حملها كمان لهالمعرض. هلا هون التنظيم ضيق الوقت، لاني جيت من باريس ما منظم التوقيت مزبوط، فاغتنمت الفرصه ولو كان على ثلاث ايام لحتى اعرض هذا العمل اللي اول مره بيصير فيه بالشرق الاوسط بهالطريقه هاي، انه بيستعمل قذائف بالمعرض. مجسمات، لانه مجسمات هول اللوحات من معارض سابقه. هدول مائيات من معارض سابقه، لانه المعرض تحت عنوان تحولات الحال في تناسخ المدن. كنت عم تحكينا في هيدي مائيه خريطه لبنان، في هيدا موضوع لبنان، في هيدا موضوع سوريا. عن المأساة البشريه اللي عماله تصير بسوريا. كنت عم بقول انه تحولات الحال في تناسخ المدن، ومثل ما ذكرت لنا امبارح انه بيحكي عن مدن او عانت او ما زالت عم بتعاني، وذكرت حضرتك انه الالوان رح تكون مختلفه عن يلي شفناها هلا بالصور. طبعا اللوحات بتحكي عن صراعات الحروب بالمنطقه، خاصه بالمدن الكبيره اللي عماله تتدمر او اللي عماله تعاني مأساة. منبلش مثلا ببغداد، منمرق للقاهرة، منمرق لتونس. فهيدو المدن يعني مدن تاريخية ومدن عريقة بالحضارة وبالثقافة العربية. نعم. فللأسف هالحالة العربية عملت تتنقل من مدينة لمدينة. فبهيدي اللوحة منشوف الشعب يريد إسقاط النظام، هي عبارة عن 25 يناير. نعم. وهون كمان سقوط العقيدة القذافي. مع أفريقيا اللي بالمقلوب، عنا هون تنوع الحضاري والثقافي بالعراق. فهالغناء وهالثراء اللوني والحضاري بالمجتمعات العربية يعني حرام يصير فيه هيك بهالطريقة هاي اللي عم نشوفها حاليا. غزة إلى حصة بالمعرض وبالكتاب. غزة هي النص تماما، لأنه غزة يعني أنا رحت على غزة مرتين، وكان الهدف منها تعليم الطلاب بغزة وإقامة دورات فنية، بس لسوء الحظ انه في مشكلة المعبر اللي بيحكم عليك انك تطلعي ويتسكر. فغزة سويت هالديوان تكريما واحتراما لغزة، وفي بداخله 15 لوحة عن الامرأة الفلسطينية المناضلة، ان كان بالثقافي ولا كأمومة ولا بكثير مواضيع يعني. نعم. أصابع القمر. نعم. عنوان الديوان الشعري. نعم. العنوان بالواقع العنوان هو بيحمل اسم اللوحة اللي أنا رسمها، واللي هي أصابع القمر، كأنه القمر عم بيلامس الأرض. صحيح. أصابع القمر هي أنه القمر بإيده عمال يعمل ولادة حياة للأرض من تاني وجديد. الرسومات بالديوان هن عبارة عن حبر بالأبيض والأسود. شفنا. بس المراحل الفنية اللي مريت فيها
بلشت بالسوريالية وانتقلت للواقعية الكلاسيكية، واخيرا ختمتها بالمرحلة التكعيبية اللي عمال بشتغل عليها حاليا. نعم. بباريس. والقصائد؟ القصائد هي عبارة عن وجدانيات، عن الغربة، عن الحصار، عن الامرأة الفلسطينية، عن الحب وعن الانتماء للأرض. نعم. عم تعمل معارض بباريس؟ بباريس عملت معرضين فرديين، وهنيك كل سنة البلدية بتنظم معرض ما يسمى بالأتوليه للبواب المفتوحة للرسامين. فهنيك كل سنة من واضب على مشاركة. على المشاركة فيها وعلى التنظيم فيها. يعني اللوحات اللي موجودة هلا بالمركز الثقافي بفيردان رح ترجع تنقلها على المعرض لهالسنة بباريس. هي حيكون في مشكلة النقل والسفر، فأنا نزلتهم أكوارال ومائيات وقماش وخشب. فحخليهم هون تجهيزا لمعارض جديدة، لأن يمكن يكون عندي معرض باليونسكو. يعني ابارتير دو سبتمبر يعني رح يكون في لوحات جديده، بده يكون في شغل جديد، بده يكون في افكار جديده، لاني شفت الواقع هون كيف هو على 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 يعني بالمحيط الفني تقريبا. كيف شفته؟ شوي سلبي ايجابي؟ شوي فقير، شوي فقير مقارنه بباريس. يعني مقارنه بباريس مع انه في كثير معارض هون دائما، وفي نشاط يعني بالفن التشكيلي واسع بلبنان. يمكن بس هي او يمكن انه باريس بتشكل منصه كبيره بتجذب كل الفنانين من كل العالم. في عندك مثلا بباريس. لا بيروت ليش من شو بتشكي؟ ماني معكم ابدا. بباريس في عندك كل اول احد من اول شهر المتاحف مفتوحه مجانياً. انت بدك تكثر نزلاتك لهون. طيب. بتشوف مزبوط الواقع الثقافي، لانه نحن رغم كل يلي مرقنا فيه بلبنان بعدنا بنوقف على اجرينا بس لانه في عنا ثقافه وفنون بالبلد. انا في حادثه صغيره صارت معي متحف اللوفر، انا عامل ماجستير بتاريخ الفن من متحف اللوفر، باحدى الزيارات لاحدى قاعاته فعمال يشوف اللوحات، لا الجناح الفينيقي. فبلاقي انه مدينه صور محطوطه بشمال سوريا، فطلعت هيدا بمتحف اللوفر خطا، هيدا خطا بمتحف اللوفر. فكتبت رساله قلت لهم انه انتم حضرتكم عاملين خطا كثير كبير وهيك. فاجا اعتذار من متحف اللوفر، بعثوا لي رساله انه حيصححوا الخطا. فيعني بصير في شغلات، والعالم الفني هنيك مفتوح جدا جدا وواسع كثير كبير. بتمنى يصير في هيك بلبنان لحتى نعمل حركة قوية وحتى أرجع على لبنان أعيش بسلام بلبنان كمان. جرب كتير مقصر. طيب الفنان التشكيلي يونس الكوجوك، نحن بنتمنى لك توفيق بلبنان بباريس أو وين ما كنت. ومذكر أنه معرضك بالمركز الثقافي الروسي مستمر لغاية نهار الأربعاء بكرة. نعم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. ضل معنا شوي لننتقل عن زميلتنا رولا كساب حداد ضمن كلام بيروت اليوم. صباح الخير رولا. صباح الخير لكم. ولضيفك كمان صباح الخير استاذ ليس الزغبي المحامي. اهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. تفضلي رولا. المواضيع اليوم يعني في موضوعين بصداره الاهتمام. اول موضوع وصول الدفعه الاولى من السلاح الفرنسي للجيش اللبناني بنفس الوقت يلي كان عم بيستقبل فيه الملك السعودي الرئيس سعد الحريري. شو دلالات يعني هالعنوانين؟ كمان بدنا نحكي عن اعترافات الوزير السابق ميشيل سماحة المتورط بمخطط التفجير السوري، كمان وقع هالاعترافات داخليا. الوضع السياسي بالحكومة بمجلس النواب هل هو على خط آخر؟ هل تهديد العماد عون بفرط الحكومة إذا ما وصل اللواء العميد شامل روكوز لقيادة الجيش حقيقي؟ وقانون السير اللي بده يبدأ تطبيقه بكرة، بتعرف شو هني أهم بنوده؟ بعد ندفع ثمنه من دون ما نعرف. ندفع لزبوطة بلا ما نعرف. يلا أربع مخالفات بكرة هينين نحفظهم. تعرف اليوم في مقاله غسان حجار بالنهار بيقول انه يمكن النواب ما بيعرفوا شو هن اللي بيقروا القانون. يعني اللي بده يقروا القانون. هو اول ما بلش يتحرك هذا الموضوع الصحف كتبت انه بعتقد معظم النواب والوزراء ما بيعرفوا لازم يطبق اصلا يعني. عليهم القانون مثل ما بده يطبق على المواطن العادي، صح؟ لازم. يلا رولا نتمنى لك حلقه موفقه، مش بس عليهم، بكل المناطق. بكل المناطق وعلى الجميع دون اي استثناء. نعم. طبعا، لانه طما يصير مصيره مثل ملف التدخين بالاماكن العامه. ما بدنا نوصل لهيدا الشيء.
حلقة موفقة. التفاصيل من بعد موجز أخبار الساعة 9 على تلفزيون مستقبل وعلى موقعنا الإلكتروني. لهم وصلنا لختام الحلقة. يونس كمان مرة أهلا وسهلا فيك وموفق بأعمالك الجديدة. نحن بنلتقي معكم بكرة بحلقة جديدة من أخبار الصباح. باي. باي. أحرز منتخب لبنان لبطولة دول غرب آسيا بالركبي بفوزه بالمباراة النهائية على إيران، وكان المنتخب اللبناني حقق فوز كبير على الأردن بافتتاح البطولة 71-3. ويعتبر المنتخب الإيراني من أقوى المنتخبات الآسيوية واللي بيتقدم على اللبناني بالتصنيف الدولي، وهو مرشح أول لأحراز اللقب، بس منتخب لبنان قدم أداء رائع ليفوز بالمركز الأول. نظمت جمعية خريجي ثانوية الحريري الثانية دورة الشهيد محمد حسن الشعار الرياضية، واستهلت الدورة يوم السبت بدورة كرة القدم، واتبعت الأحد بدورة كرة السلة بحضور ومشاركة لاعبي فريق رياضي بيروت. توزعت البطولات لدورة عادية شارك فيها تلاميذ المدرسة والخريجين ولاعبي الرياضي، وبطولة الرميات الثلاثية لأحرز لأبا مارك أفري، وبطولة الرمي البعيدة من منتصف الملعب وفاز فيها اللاعب وائل عرقجي. وسلم الجوائز الفائزين عند نهاية بطولة اللاعبين المذكورين والسيدة نسمة الشعار والدة الشهيد محمد الشعار، كما قام رئيس الجمعية بكر حليوي بتسليم درع شكر للنادي الرياضي. تسلموا اللاعب وائل عرقجي وكأس فخري للاعبين مثل حسين الخطيب تقديرا لجهوده بالبطولة وتمثيله الجيد لخريجي المدرسة. رح يخوض بايرن ميونخ مهمة صعبة، ورح يحمس المدرب الإسباني غوارديولا لاعبيه مع سعي الفريق البافاري لعود خسارته 1-3 قدام بورتو بدور 8 من دوري أبطال أوروبا. ووجد بطل أوروبا 5 مرات واللي بلغ النهائي 3 مرات من عام 2010 نفسه مطالب بتعويض تأخره بموقف ما تعود عليه أبدا بطل ألمانيا. ورح يتعين على غوارديولا أيضا أنه يقلب النتيجة من دون العديد من لاعبي البيرزين، وبيحتاج لاعبي الباير لكل الكلمات الحماسية اللي بيقدروا يحصلوا عليها مع تأكد غياب روبن ألابا مهدي بنعطية خافي مارتينيز بالمباراة اللي رح تصير بألمانيا. ومن المرجح أيضا غياب الجناح فرانك ريبيري بسبب ابتعاده عن اللعب 5 أسابيع. من جهته بورتو عم بمر بفترة جيدة، ما خسر أي مباراة بدوري الأبطال هالموسم وتفوق بمباراة الذهاب 3-1، لها السبب يكفي أنه يخسر بفارق هدف ليتأهل للمباراة نصف نهائية. وبغياب دانيلو وأليكس بسبب الإيقاف راح يحتاج بورتو لفريق منتعش آخر إذا بده يحرم الباير من التأهل. بمباراة تانية برشلونة بيستضيف باريس سان جيرمان على ملعب الكامب نو. برشلونة ربح ذهابا 3-1 ومتصدر الدوري مع 78 نقطة، وكان تغلب على فالنسيا 2-0 بآخر مواجهة. الاعتماد على ثلاثي ميسي سواريز ونيمار، خاصة ميسي اللي سجل هدفه 400 بالدوري. باريس سان جيرمان بهالمباراة بيعرف انه ظهره للحيط، لازم يفوز بفارق 2 أو 3 ليتأهل. واستعاد باريس سان جيرمان لرحلته لملعب الكامب نو بالفوز 3-1 على نيس، واستعاد ابراهيموفيتش وفيراتي بعد غيابهم عن مباراة الذهاب، بس مشاركة تياغو موتا وتياغو سيلفا وديفيد لويز محل شك بسبب الإصابة. وبمباراة الأربعاء راح تكون المواجهة الثامنة هالموسم بين ريال وأتلتيكو، وبيأمل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يدار فيز من هالمباراة لأول مرة من بعد ما فشل بالمحاولات 7 السابقة هالموسم. ريال كان خسر جهود صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش اللي راح يغيب عن المباراة، وأيضا تأكد غياب جاريس بيل بسبب الإصابة، وبيحتاج الريال للفوز بأي نتيجة ليتأهل لدور نصف النهائي. أما فريق أتلتيكو مدريد فبيحتاج للتعادل بأي نتيجة إيجابية ليضمن انتقاله للمباراة النصف نهائي. أتلتيكو بيعرف كتير منيح أنه أصبح عقدة فريق ريال مدريد، والاعتماد رح يكون على الدفاع مع الهجمات المرتدة اللي يمكن تشكل خطر على مرمى فريق ريال. جوفنتوس من جهته بيواجه موناكو بآخر المباريات. جوفنتوس فاز ذهابا بنتيجة 1-0 وخاصة بيتصدر الدوري الإيطالي الاعتماد على تيفاز وغيره من اللاعبين. أما فريق موناكو اللي تعادل بآخر مباراة بالدوري الفرنسي بيعرف أنه لازم يروح بفريق 2 ليتأهل للمباراة النصف نهائي. عزز الصربي نوفاك جوكوفيتش صدرته للتصنيف العالمي للاعبي التنس بعد تتويجه بلقب بطولة مونتي كارلو، ورفع جوكوفيتش رصيده ل 13845 نقطة من بعد ما أضاف لقب أول بطولة كبيرة بتصير على الملاعب الرملية هالموسم، بالإضافة للقبي ببطولة إنديان ويلز وميامي. روجيه فيدرر بعده بالمركز الثاني وبفارق كتير كبير عن جوكوفيتش.
استضافت كاليفورنيا سباق لونج بيتش لسيارات الانديكار بدورتها ال 41، وكان كاسترو نوفيس حط مرام الياسي بمرحله التصفيات المؤهله سابقا لينطلق بالمركز الاول، والى جنبه كان خوان بابلو مونتويا. منذكر ان مونتويا كان فاز بلعب السباق الافتتاحي لهالموسم بسان بيترسبرغ. وما تمكن ويل باور بطل السباق عام 2012 وحامل لقب موسم العام الماضي انه يحرز مركز متقدم، واكتفى بالمركز 20 من اصل 23. اخيرا سكوت ديكسون كان عم بفوز بالمركز الأول، كاسترون وسكنتيني ومونتو يحل بالمركز الثالث. استضاف مضمار بريستول سباق ناسكار لسيارات الفوت سيتي 500، وانطلق مات كينيسيس بالمركز الأول وكيسيلوفسكي كان ثاني. أما حامل لقب سباق دايتونا 800 جوي لوغانو فانطلق من المركز السادس. الأمطار المتواصلة أخرت انطلاق السباق لأكثر من ساعة، وتوقفت الأمطار لبعض الوقت وبلش السباق على السريع. من بعدها رجعت الأمطار تنزل بسرعة، وأوقف المنظمين السباق بلفة 23 لحوالي الأربع ساعات. ومن بعدها تابع السباق ليتمكن بالنهاية كينيسيس أن يفوز بالمركز الأول بالسباق اللي استغرق 9 ساعات بين إعادة وتوقف. جونسون حل بالمركز الثاني وجوردون كين بالمركز الثالث.